إلى جنوب منطقة رأس العارة وباب المندب، فر أغلب المواطنين من ساحل مديرية ذباب غرب محافظة تعز، حيث يسكن غالبيتهم في 3 مدارس هربا من قذائف المدفعية وقصف الطيران. وبهذه الأوضاع الشاقة يخوض النازحون صراعا يوميا من أجل استمرار الحياة بعيدا عن ديارهم وأيضا بعيدا عن الجهات الرسمية. خوفنا، خايفين، خرجنا من الخوف من الكواتيش اللي فوقنا والطيائر والقع والظنان، ما بقينا لحالنا، لا في شيء، لا في حد يهب لنا. يقول النازحون هنا إنهم لا يحصلون إلا على حصص غذائية صغيرة وشحيحة كالأرز والدقيق وزيت الطبخ من بعض المعونات، ولم تعد تفي بالحاجة بعد أن طالت معاناتهم. كان يهبلونها خاصة شوية شوية، نحن من روح تقطعونها، قطعونها من روح ما يهبلوناش، مستنين على ربي أما يحلها الحل. هذه هي صورة من الحالة التي يعيشها النازحون منذ أن وطأت الميليشيا مناطقهم، غير أن هذا الواقع لم يتحسن ولو بشكل طفيف، ولم يخلق لديهم أي أمل برغبة العودة إلى ديارهم بعد أن مضى على العشرات منهم أشهر في رحلة النزوح. ليظل حق العودة رجاء لا يبدو قريبا بحسب البعض هنا، جراء ما تشهده مناطقهم من عمليات عسكرية وتهديدات الألغام التي لم تقدم الميليشيا شيئا سواها.